إذن في إطار الجلسة الختامية المؤتمر الدولي للمقابر المقاربات تم توزيع الجوائز الاستحقاق وأدروع تنويه وجوائز تقديرية، وذلك بإجازة من اللجنة العلمية وأيضا اللجنة العلمية العليا لمؤسسة مقاربات. وقد حظيت بشرف نيل جائزة أيضا تقديرية ودرع اعتبارا وتقييما من طرف اللجنة لمساهمتي انطلاقا من موضوع أساسي اللي هو المضاربة الهوياتية والقيمية بين الواقعي والافتراضي. سعيد بهذا التتويج، وهذا التتويج أيضا يفتح المجال لإغناء ولتمديد المجال الموضوعاتي والفكري لطرح قضية التطور الرقمي والإعلامي وتأثيراته على الحياة الاجتماعية، تأثيراته أيضا على الزمن اليومي للفرد، وتأثيراته أيضا على مجمل العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية، وخاصة في ظل الجائحة التي أرخت بظلالها منذ سنة تقريبا. وهنيئا للفائزين الآخرين، وعمر مديد أيضا لمؤسسة مقاربات ولمؤتمرها السنوي الدولي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الأستاذ ماجد قائد قاسم من جامعة أبين من اليمن، وقد حضرت لأشارك في هذا العرس العلمي البهيج لمؤسسة مقاربات المعنون بالتحولات الاجتماعية والثقافية في العالم العربي، وقد توجت بجائزة مقاربات لبحث المعنون بالتحولات أو تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر عند الناقد اليمني عبد العزيز المقالح. أتوجه من هذا المنبر بالشكر لكم على هذه التغطية الإخبارية أو هذه الالتفاتة الكريمة، وأشكر مؤسسة مقاربات على تبنيها للبحث العلمي وسعيها الدؤوب لتطوير آليات البحث العلمي وآليات النشر والصناعة الثقافية، وأشكر فضيلة الأستاذ الدكتور جمال مطيب على جهوده الحثيثة والتي آلت إلى أن تتمم هذا المؤتمر بالنجاح الكبير. مساء الخير، شكرا جزيلا لكم على هذه التغطية الإعلامية القيمة. الاسم نصر الدين شردال، أستاذ باحث بسلك الدكتوراه، سعيد جدا بفوزي بالجائزة الأولى، جائزة الاستحقاق للبحث الأكاديمي مستوى الطلبة الدكتوراه، وقد كان عنوان بحثي الفائز التحولات الإبستيمولوجية والاجتماعية في كتابات الدكتور أحمد شراك من سوسيولوجيا الهامش إلى الارتقاء الثقافي، ضمن هذه الأعمال أو ضمن الدراسات المقدمة للمؤتمر السنوي لمؤسسة المقاربات، وقد شارك فيه مجموعة من الباحثين والأساتذة الجامعيين والباحثين والكتاب في مجموعة من القضايا تحت محور جامع التحولات الاجتماعية والثقافية بالعالم العربي. وقد كانت المنافسة قوية وتمخضت عن فوز مجموعة من الباحثين كنت من بينهم.